السلام عليكم متابعين مهنة الحياة، لاباس عليكم، شو أخباركم؟ مثل ما عم تشوفوا الفلاحين يبنوا في الخزانات تاع الماء أو ديال الماء. هم يحضروا للفلاحة والزراعة، بس أنا خزانة كبير هنا. ما شاء الله حفرة كبيرة، من بعد يملوها ماء راح يزرعوا البطاطا والزراعة هنا. هذيك اللي راكم تشوفوا فيها طاقة شمسية. أجي وتشوفوا معايا طاقة شمسية. ما شاء الله. خدمة كبيرة ومشروع كبير هون. مهنة الحياة. ألفا شوفوا الصحراء هذه خاوتي. إن شاء الله بعد ما نحفر الآبار هنا ونطلوا في الماء تولي حاجة واحدة أخرى، تولي جنة هنا إن شاء الله. شوفوا راها صحراء، صحراء قاحلة ما كنول. صوندا شوفوا معايا خاوتي طاقة شمسية هنا، الله يبارك.
الطاقة الشمسية راه تمشي. البومبا هذه تخدم على الطاقة الشمسية، تمشي بالطاقة الشمسية. المضخة مهنة الحياة وحفر الآبار معكم أينما كنت. بدأ بحفر بئر جديد. سلام خوتي، بدينا بئر جديد، ان شاء الله تعود المية كاينة كما هذاك البئر ان شاء الله يا رب. عشرة ولا تسعة بداية، نحن بإذن الله سوف نحفر 130 120 140 هكذا.